يعطيك العافية مرور. الله يعافيك. هلا قولي لي اول شي، ليش لابسة مثل اصفر؟ ليش ما قلتيني اليوم؟ شوفوا انا لابس اصفر ويارا لابسة اصفر، ليش؟ عشان ما يطلع الفيديو مثل الفيديو الماضي كان كتير فيه الوان، كنت كل واحد منا لابس لون شكل، فيعني هيك انه عشان النظر يعني عرفتوا، عشان هو انه هن ما يجي على عيونهم. طيب طيب شو بدنا نعمل اليوم؟ انا شوفي جايكي غدر وانت عم تجلي لسه، فنحن شو بدنا نعمل اليوم؟ هلا صراحة نحن لانه بدنا نطلع من البيت كمان هيك، فيعني حسينا انه كمان لازم ناخذكم معنا تقضوا معنا يوم هيك كامل من الصبح للمساء تقريبا، هيك ناخذكم معنا وين بدنا نروح، شو بدنا نعمل، فيعني كمان شو بدنا نتغدى وكذا هيك تقضوا معنا يا سلام يوم كامل. يعني يوم كامل ناخذ يوم كامل معنا. معناتها يا جماعة الفيديو اليوم حيكون فيديو كثير عفيف، فانتوا يعني هيك ان شاء الله يعجبكم، استنى لبين ما يارا تخلص اغراضها وتخلص شغلها هون وبعدين ننطلق فورا، فيلا يارا يلا 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 استعجلي استعجلي استعجلي. طيب يلا سلام، كيفكم على الطريق؟ ويارا ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير، تكون قد الدنيا حقكم كثير كثير. يا جماعه ما بنطول بالمقدمه نهائيا، بدنا نطلع فورا من البيت، بس قبل هذا كلياته شو بدك تقولي لهم؟ قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لنا كثير 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 لايكات. بس شو جاهزين ننطلق؟ جاهز حسون؟ ايه يارا جاهزه؟ جاهزين. طب معناتها يلا على السريع. شوفوا كيف للوشة صارت جاهزة بالسيارة، هي أول واحدة صارت قاعدة بالسيارة هون. شوفوا لك تقولوا حاسة إنه طالعة مشوار، أنت مبسوطة طالعين مشوار بابا؟ مبسوطة عجبتك؟ هلا أنا ما لي حاطط لها كرسي السيارة يا جماعة، حاطط لها الكرسي لأنه مشوارنا كتير قريب، يعني على الغالب نحن وقت نطلع مشوار قريب ما بحط كرسي السيارة، بحس إنه كتير لبكة، فحطيت لها الكرسي هذا أسرع يعني شوي. حسومه بابا رايح مشوار، شبك انت مبسوطة ولا مو مبسوط؟ انا ما بعرف وين رايحين يعني ايه. نحن لسه ما قلنا له حسوا وين رايحين، على فكرة بابا نحن رايحين اليوم هيك نقضي يوم كامل مع بعض، نحن وياهم بدنا ناخذهم معنا مشوار كامل هيك بالمدينة. يعني لوين؟ بدنا نروح اول شيء على السوق، وبدنا نروح على الغابة تبع الغزلان، وبدنا نروح على حديقة الحيوانات شوي، ما بنعرف شو بنلحق، اللي بنلحق منه حنروحه. طيب عجبتك يعني؟ ايه. وام الرورو اخيرا، نحن دائما لازم نضل عم نستناكي؟ لازم انا اتاكد انه كل شيء تمام عشان اطلع. اها لازم تتاكدي انه كل شيء تمام، مو انه انت بتتاخري يعني. لا مالكني، ما جايبه غير الشنطه جاهزه. بس الشنطه جاهزه. يلا طب تفضلوا على السياره يا جماعه. شوف هذا المكان هي ثاني مره بنجي عليه، انا بتذكر كان حسون كثير صغير وصورته، انا صوره لطاري وحسون كان هيك كثير صغير. مين انا كنت هيك صغير؟ لا مو انت حسون. حسون. ايه وعلى فكره انا كنت نساني هذا المحل طاري، من شلون تذكره؟ صلي ساعه محاول اذكرهم بهذا المكان ولا حسون تذكره ولا يا تذكرته. ليا اكيد ما تذكرته لانه ليا ما كانت تسوى لدانه، بس الغريب انه هو بعيد عن بيتنا 5 دقائق ونحن اجينا عليه يمكن مره واحده وهي ثاني مره. ايه وافكرك كثير حلو هذا المكان بجد، كثير حلو، انا لاقيه كثير كثير هيك يعني. لك للوش نحن جايين نفرجيك اياه هون، انت حتنامي؟ لا ليك لساتها فايقه، ليش هيك؟ عم تغمض وتفتح. لا ليك فايقه، ليش ظلمتيها؟ مغمض. شوف شلون قاعده بابا. انت مبسوطة رايح مشوار؟ نحن انت مبسوطة انسى ليا. شوفوا نحن يا جماعة كنا اول شيء هون وفتلنا هيك الفتلة كلياتها ورجعنا، هلا رايحين على السيارة، السيارة صفينا هون صارت. الفكرة انه هون كلياتها فيها اماكن، كل مكان في نوع من الحيوانات شكل، بس طبعا بسبب الكورونا كلياتهم مسكرين فما قدرنا غير نلف من برا نعمل بس هيك فتلة. شفنا البطاط يعني ما شفنا غير حيوانات. اهم شيء اهم شيء شفنا البطاط. هولندا يا جماعه هي بلد البطاط، في يمكن اكثر دوله بالعالم فيها بطاط، فنحن حافظينهم بصم يعني، بس شفنا البطاط. اي يعني ظريف المشوار كمان. هلا طلعنا من جنينة الحيوانات وعلى فكره كثير 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 برد برا، يعني نحن ثلجنا، انا ايدي ما تعرف تحركهم. حنروح على السوق لانه اليوم لسه انا ماني عارفه شو الغداء، فحنروح على السوق هيك نتفتل نتفرج شو جاي على بالنا، شو ممكن نخترع اكل اليوم، لانه انا بحس هي انه التفكير بالغداء من اصعب المهمات بالحياه، يعني انا قاعد افكر الله شو بدنا نتغدى اليوم شو بدنا نتغدى اليوم، فشو جاي على بالكم؟ والله ما بعرف، جاي على بالي شيء مع خضره. والله انا جاي على بالي ماني متاكد شو، جاي على بالي شيء مع خضره هيك يعني ما بعرف شو هو. شربة شو؟ ما بعرف بس والله جاب لي شوربه يعني عدس كلها البلد البردانينا ما بعرف جاب لي شيء فيها شوربه. استني انا بس انزل على السوق بنشوف شو بنلاقي اغراض هيك ظريفه نشتريها بعدين بنقرر شو بدنا نطبخ. ظريف بدنا نطبخ. يلا بساعدك بساعدك حرام. ماشي. صرنا ساعة عم نتفتل بالمحل ونحن مشتارين ما نعرفين شو الاكل الغدا اليوم، فاخر شيء طارق قرر الاكله قال انه مشتهي انه ياكل زهره، ف تعال فرجيكم شو جبت اغراض هلا. وطبعا مثل العادة طبعا مثل العادة ما جبنا بس الاغراض تبع الطبخة، جبنا اغراض ثانيين. ما بصير لانه شو طبعا ما فينا نفوت على المحل نجيب بس زهرة ونطلع يعني عيب عيب.
فهي جبنا زهرة لحتى نعمل زهرة اليوم. بدي فرجيكم هي اسمها مو مو كل الدول اسمها زهرة على فكرة، في اماكن بسموها قرنبيط، فما بعرف انتم اكتبوا لنا شو اسمها عندكم بالمدينة، بس ما كثير مختلف علي. ما كنت بعرف يعني هي زهرة ومع ليمون طبعا لازم. وين ليمون؟ عم وين ليمون؟ ضع الليمون. ما جبت ليمون؟ جبت ليمون بالله. ليك ليك هاي الليمون اهم شيء، لانه مع الزهرة لازم ليمون. وعندنا الحليب على فكرة كثير بيخلص بسرعة، فنحن بنجيب هيك صندوق حليب. وكمان انا بخاف انه يخلص عندي الحفاضات تبع ليا، فدائما كل ما بجي على المحل بجيب حفاضات لليا. وطبعا اكلات طيبة وما بعرف شو هاي على بطاطا حلوة. بطاطا حلوة بطاطا حلوة. ايه طارق بحب البطاطا الحلوة فجابوا هدول لي. هدول يا جماعة لي، جبت بطاطا حلوة وجبت شوندر. ايه على فكرة نحن ما بنحبهم، لانه فانا كده بقول انه هي انا حصورها على الانستغرام هلا على فكرة، فروحوا تابعوني على الانستغرام عشان تشوفوا كل شيء بنزله انا، لانه هي اول مره بندو هاي الشغله. ما بعرف شو هي الفكره، هي جوز هند قصدي، بس انه دائما بيصوروا انه هي بتنشرب، فبيجي يشوفوا معها ليمونه على فكره. وكمان جبت شغله كثير حلوه انا كثير انبسطت فيها، بس بدي صورها على قناتي فرجيكم اياها. هي للمطبخ حالكم، بس هيك هي للمطبخ، فحصور لكم اياها بالفيديو الجاي على قناتي. بظبط هيك شوي بالمطبخ وهيك غير شوي. فروح اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس مشان تعرفوا كل الفيديوهات اللي بتنزل فورا. نحن كل مرة بصير فينا هيك بنجيب اغراض اغراض اغراض، وهون نحن ما بيحطون طارق لحط للدفع ليطلعوا على الفاتورة، وبضلوا هيك بينبحثوا هون وهون 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 لحتى يخلصوا اللي بالعربية لحتى نرجع نعبيهم. نحن هذا المشوار كلياته وليالي لساتها نايمة هلا، هي حتنام كل الطريق وبس نرجع على البيت حتفيق فورا وما حتخليني لا اطبخ ولا اعمل ولا شيء. هلا رجعنا من السوق وضبطت هيك شوي الاغراض، فصار وقت اني انا اجهز الغداء. كان بدي اقول لكم انه هي الاكله زهره وحسون ما بيحبها ابدا، ما بيحب الزهره بالمره، بس انا ما بزعل، انه كان بدي افرجيكم شغله. شايفين هذا اللب الزهره؟ انا بس بقطعه بقيم هدول منها وبخلي هاد وبطلع بقيمله هدول اللي على جنب وبلاقيهم هيك، وهو روح قلبه هاي. هي كثير بحبها وبياكلها هيك الحاف، فيعني احيانا انه بفكر انه يعني الاكله اللي ما بيحبها لازم انه ياكل دائما منها، يعني الخضره اللي الولد ما بيحبه لازم ياكل شيء منها. المهم انه الولد لازم ياكل من كل الخضره، يعني حتى لو ما بيحبها لاقوله اي طريقه ممكن انه ياكل منها. هي الزهره والملفوف ما بيحبهم حسون ابدا، يعني حتى تبع مسلطه ملفوف ما بيحبها، فنفس الشيء بياكل اللب تبعها، فانا برتاح يعني خاص انه هو ياكل زهره وبياكل ملفوف بس انه ما بياكلها بالضبط. هلا على فكره انا وانا كنت صغير في كثير اكلات ما كنت ما اكلها، بس يعني انا لازم تاكل. على فكره انا كنت كثير معذب اهلي بهالقصه وانا كنت صغير، في كثير خضروات ما كنت اكل منها، بس وقت كبرت لا الحمد لله صرت باكل كل شغله تقريبا، يعني ما في ولا شيء انه ما بحبه، بس وقت كنت صغير كنت كثير اعذبهم. لا بس الحمد لله حسون الحمد لله ما شاء الله يعني بياكل من كل شيء، فيعني بس هدول الشغلتين اللي ما بياكلهم فانا كمان مرتاحه، يعني ما كثير هيك اكلهم يعني، لانه بياكل هدول كثير بحبهم. طيب وشو بدك تعملي له حسون لكان اكل؟ ايه صحيح حسون بدي اعمل له سمك. لا طارق ما بحب ابدا السمك، فيعني كل اكلات فضحتيني هلا عم اقول تقريبا بحب كل الاكلات، مو انه ما بحب السمك يا جماعه، يعني بحب السمك بس مو دائما، يعني ما لهم الاكلات المفضله عندي، يعني اذا في اي اكله ثانيه لا انا خلاص باكل الاكله الثانيه، ما بحب اكل انه سمك. فضحتيني انت. لا يعني بس لانه وقت نحن نعمل اكل حسون ما بحبها فبعمل له سمك، لانه الولد لازم ياكل سمك لانه كثير مفيد. حسون تفضل. شكرا. صح استاذ. هلا ما حصور لكم بهذا الفيديو الاكله شلون حساويها وهيك، بس حصور لكم اياها اخر شيء وقت تكون خلصت. بس اذا حابين اني اعمل لكم اياها رح اعمل لكم اياها على قناتي، بس اذا حبيتوا الاكله وحابين تعرفوا شلون بنعمل فانا يعني انت بتحب هاي الاكله من يعني عشقي. وانا يا جماعه كمان انا طالع يمكن كل اسبوع عيد الطاميه باكلها، فيعني فاذا حابين انكم تعرفوا شلون بنعمل اكتبوا لي بالتعليقات تحت. لك استاذ حسون شايفك حتخلص اكل، انت ليش ما استنيتنا؟ لك نحن كمان بدنا ناكل. طيب عم تاكل انت السمكة تبعك، نحن كمان بدنا ناكل، ليش ما استنيت ناكل مع بعض؟ يعني جعبالي اكل اكلات طيبة انا. اها مشان هيك انت حتخلص غداك اول وبعدين تاكل اكلات طيبة؟ اذا هيك قنعتني. طب ام الرور نحن انت بدنا ناكل؟ رجعنا؟ هلا صاروا بلا صاروا؟ يا سلام، حتى نظارات اول مرة بصورك مع نظارات على فكرة. لا انا كمان على قناتي كمان نسيت حالي وكنت عم منظف الصالون وهيك، فنسيت حالي وانا حاطة نظارات، وكلهم بالكومنتات ليش حاطة نظارات ليش حاطة، بس انه انا بحط نظارات يعني. بس وقت الفيديوهات وقت تصوري ما بتحطي نظارات دائما؟ ايه بشيلهم هيك بحس احلى.
هو مو بس مشان احلى، مشان ما يعكسوا كمان القضية على النظارات. انت بتكون حاطين اضاءة بيعكسوا القضية على النظارات، بس ان انت بتحطي النظارات بالعادة هي شغلة جديدة انت اول مرة بتعرفوها. كمان اللي بتعملي على الانستغرام بيعرف انا مرة كمان نزلت هيك. احلى شيء انه نعمل زهرة هالمرة لقبيلة، هي اول مرة بعمل لهي الدرجة هيك زهرة. الله يا سلام، هي اكلتي المفضلة، هي واحدة من الاكلات اللي انا ما كنت اكلها نهائيا وانا صغير، بس هلا صرت اكلها، صرت اكلاتي المفضله يعني حتى. بس على فكره كمان نحن بنحبها هيك مقطعه كتير كتير صغير، ما بعرف ليش انا وطارق ما بنحب الزهره كبيره، فانا كتير بقطعها صغير لهيك شكلها هيك طالع على فكره. بس انا بدي اكل اول لقمه، ما انا كثير تحمست، ورح تفاجئهم كيف بتاكل هي على اصولها. هي لا لا اصول، لانه هي بتاخذ هيك. طبعا الواحد بيسكب بصحنه، بس يلا معلش هلا هلا معلش. هي الاصول هيك، شوفي شلون بنحط هيك ليمون. اوه ليمون كتير، وبعدين بعدين هلا هيك. فكرة كتير شهيتني، كتير كتير شهيت. الله الله، هيك تتاكل الاصول يا جماعة. نصيحة جربوها هالاكلة، نصيحة. ولا حدا اللي ما بحبها اعقل حدا يكتب لي بالتعليقات ما بحبها. لا كتير طيبة، كتير طيبة كتير كتير. هلا خلصنا اكل يا جماعة، والله انا حاس حالي مالي قدران امشي حتى، بس الاستاذ حسون بده يطلعني على غرفته، بده يطلعني على غرفته بده يفرجيني اللعبه الجديده تبعه. تعالوا تعالوا افرجيكم. شو بدك استاذ؟ هلا شوفوا. يا سلام يا حسون. امبارح انا وامي سوينا خيمه وحمو بس حطيت غلاف بيضه. فرجينا. يا سلام، حاطط الدبديب تبعاتك جوا الخيمه؟ دبدوب. اي والله دبدوب واحد. طب ليش حاطط له مخده للدبدوب؟ يعني عشان يرتاح. اذا انا بفوت جنين. طب فوت فوت ورجينا شلون شلون مدير من جوا. يا سلام، لك حسون، شوفوا شلون حسون صار عنده بيت لحاله يا جماعه. هلا حسون صار عنده بيت لحاله، وقعد على جوات الخيمه هو والدبدوب تبعه. فيني انا كمان سكر هي الشباك. بيتسكر هذا الباب كمان. لكو في شباك، انتوا شفتوا انه في شباك من هون؟ شوفوا في شباك من هون كمان. لا حسون ليكنا نحن هون، نحن هون ليكنا. يا سلام، تعرف شو خرج نعمل؟ خرج ناخذ الخيمة ونطلع نخيم فيها برا. نعمل يوم كامل بالخيمة. ما بنسعى كلنا. يا جماعة بدي ورجيكم كمان شيء، تعالوا شوفوا ماني بعرف بالصورة قديش كان طويل شعري. هون كان شعره كتير طويل. اي والله شايفين صورة حسون؟ هي صار لها سنتين يا جماعة. شوفوا الشعر قديش كان طويل. يعني انت طب انت كنت تحبهم هيك اكتر ولا هلا اكتر؟ يعني هيك طول احلى، انا بحب هيك يكون شعري. بتحب الشعر الطويل؟ بس هديك بابا كنت صغير، هلا انت هيك احلى لانك صرت رجال. هيك احلى كمان. يا جماعه ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالفيديو تبع اليوم. نحن من زمان وعدين كنا نعمل لكم جوله بالمدينه عنا، بس عم نستنى بس الطقس يزبط شوي ناخذكم عنا اماكن كتير حلوه بالمدينه. اذا انتم بدكم هيك وعجبتكم الفكره احكوا لنا لحتى نعمل لكم جوله بالمدينه عنا. وفي فيديو تاني كمان انتم حكيتوا لنا كثير انه جاي على بالكم انه نعمل لكم اياه، اللي هو جوله بالبيت عنا. هو صراحه انتم شفتوا اكيد كل البيت، لان احنا صوركم كل الزوايا وحتى فوق وقت الولاده اخذكم طار على غرفتنا، وشفتوا غرفه حسون وشفتوا غرفه ليا. بس كمان اذا حابين فيديو كامل بس جوله ببيتنا كمان اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وهلا هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبع اليوم. اول ما ننهي الفيديو بدنا نطلع تعليق من التعليقات. ام حيدر من العراق، انتم لا تستعقوا من تحت هذا الفيديو عشان تطلعوا الفيديو اللي جاي. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه عشان عائلتنا تكبر. اذا حبيتونا حطونا لايك كومنت شير وسبسكرايب. باي.